النهوض من النوم، الإسراع إلى الاستحمام، أخذ وجبة خفيفة في طريقي إلى الخارج، الإسراع إلى العمل خوفا من أن أتأخر كالعادة. كان هذا صباحي المعتاد منذ أزل بعيد، ولكن في أحد الأيام قررت وبكل حزم تبني الروتين الصباحي للأشخاص الأثرياء، وقد قلب هذا حياتي رأسا على عقب. هل تود معرفة كل التفاصيل؟ إذن لنبدأ من نقطة الصفر. هل سمعت يوما الناس تقول أن الصباح هو أهم جزء في اليوم؟ حسنا، كان الصباح بالنسبة لي دائما وقتا عصيبا، لطالما وجدت صعوبات في تنظيم يومي. لذا عوضا عن الاستفادة من هذه الساعات المبكرة، كنت أهرع دائما إلى العمل بعيون نصف مفتوحة. ولا داعي لذكر أن تشويشي الصباحي قد أثر سلبا على ما تبقى لي من اليوم، وكنت أعود في المساء إلى المنزل منهكا وساخطا على نفسي. وفي أحد الأيام كان تشويشي الصباحي سببا في فشل عرض التقديمي في العمل، لذلك قلت حسنا لقد طفح الكيل، فمن المؤكد أن هناك طريقة أفضل لفعل هذا، أليس كذلك؟ وبعد قضاء بعض الوقت على شبكة الإنترنت وجدت ما كنت أبحث عنه بالضبط، الروتين الصباحي للأثرياء. على ما يبدو الأثرياء مدينون بجزء كبير من نجاحهم إلى الروتين الصباحي المنتظم، وإن طبقت كل الخطوات فستتمكن من بدء يومك بالشعور بالاسترخاء والراحة والإلهام. إليك ما فعلته كل صباح أثناء تجربتي الصغيرة. أولاً وقبل كل شيء، كنت مضطراً للاستيقاظ باكراً، وإلا سيستحيل علي إكمال الروتين بأكمله قبل الذهاب إلى العمل. تيم كوك، ريتشارد برانسون وغيرهم من الأشخاص الناجحين كانوا ممن يستيقظون باكراً جداً في الصباح، أليس كذلك؟ لذا منذ ذلك الحين ضبطت المنبه على الساعة 5:30 كل صباح. كانت الخطوة التالية ممارسة التأمل. القيام بهذه الممارسة في الصباح سيسمح لك بالتواصل مع نفسك وبدء يومك بكل نشاط وحيوية وموجات إيجابية. بعد ذلك من المستحسن القيام بتمارين رياضية سهلة لمدة 2 أو 3 دقائق. هذا عادي تماما، مجرد تمارين الضغط أو الدفع لإحماء الجسم بعد ليلة من النوم والراحة. ومن ثم حان الوقت للروتين الصباحي المعتاد الذي يقوم به الجميع في الصباح: الاستحمام، غسل الوجه، تنظيف الأسنان، وفي حالتي الحلاقة. عندما ينتهي هذا الجزء علي الذهاب مباشرة إلى المطبخ وتحضير فنجان من القهوة اللذيذة وتدوين قائمة المهام اليومية بما في ذلك أهدافي الشخصية والمهام في العمل. وفورا بعد الانتهاء من ورقة الملاحظات علي الذهاب إلى العمل. والآن بعد ترتيب روتيني الصباحي وأخذ دفتر الملاحظات معي، حان الوقت أخيرا للبدء في العيش كالأثرياء. للصراحة كانت الأيام الأولى لهذه التجربة فظيعة للغاية، لأنني في العادة أسهر طويلا، لذا كان من المستحيل تقريبا الاستيقاظ في الوقت الذي خططت له. وكنتيجة لذلك الصباحات الأولى للتجربة كانت متشابهة إلى حد كبير: النهوض من النوم، الإسراع إلى الحمام، والخروج مسرعا من المنزل، التقاط قهوة في طريقي إلى الخارج، وأدعو الله ألا أتأخر عن العمل مجددا. ولكن تمكنت من لملمة شتات نفسي في اليوم الرابع، واكتشفت الجدول الزمني الصحيح للنوم، وبدأت في الاستيقاظ في الوقت المحدد. ممارسة التأمل لم تكن أيضا بالأمر الهين في البداية، لم أمارس التأمل من قبل، لذا جعلتني جميع محاولاتي للقيام بذلك فور نهوضي من النوم أتوق للعودة إلى السرير. وبعد تجربة العديد من التقنيات والتطبيقات اكتشفت أن التنفس البسيط هو الحل الأمثل بالنسبة لي، وعادة أستغل هذا الوقت في إطلاق العنان لمخيلتي وتصور الشخص الذي أحلم أن أكون عليه. ولقد نجح الأمر، وكنت في كل يوم أبلغ مستوى جديد من الانسجام الداخلي، وأدرك كيف يجب أن تكون عليه الحياة المثالية، مما جعل من السهل علي اكتشاف الخطوات التي يجب القيام بها لجعل هذه الرؤية حقيقية وملموسة. القيام بتمارين سريعة لم يكن صعبا بالنسبة لي، فقد ساعدني ذلك على التواصل مع جسدي والتخلص من بعض التعب قبل الاستحمام. بالمناسبة لقد قمت بتجربة الاستحمام بالماء البارد، حتى وإن كانت الفكرة نوعا ما مروعة أنا أعلم، إلا أنها في الحقيقة قد ساعدتني على الزيادة من دقات القلب، مما ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم. هذه العملية لا توقظ جسمك بالكامل فحسب، بل تصفي عقلك أيضا، أنا أوصي بذلك بشدة. الخطوة التالية هي الجزء المفضل لدي من الروتين الصباحي. اتضح أن إعداد قائمة المهام أمر محفز بشكل استثنائي، وبحلول اليوم العاشر
بدأت في إعداد القائمتين يوميا، واحدة للأهداف والأخرى للمهام في العمل والمسؤوليات. وعلاوة على ذلك، وبعد المزيد من البحث على شبكة الإنترنت، قمت بتضمين قائمتين إضافيتين في روتيني الصباحي، قائمة الشعور وقائمة الصفات. ساهمت هذه التجربة في أن أرتقي بذاتي وأن أصبح نسخة أفضل من نفسي في كل يوم. هذا التغير بذاته يستحق كل هذا العناء، أليس كذلك؟ إن كنت تعتقد أن لدي يومين في نهاية الأسبوع لأرتاح فأنت مخطئ. لن أقع مجددا في عاداتي القديمة. بصرف النظر عن روتيني الجديد والشيق، فقد استغليت هذه الأيام للقيام ببعض التمارين الذهنية والتحفيزية بالاعتماد على تطبيقات خاصة والمطالعة، وحث دماغي على التفكير في مشاريع وخطط جديدة. وفي ظل هذه التجربة تعرفت على ما يسمى بإدارة الوقت، الذي اتضح أنه اكتشاف آخر مذهل بالنسبة لي. لذا تغير روتيني الصباحي مجددا بعض الشيء، فبدلا من إنشاء قائمة المهام كنت أنظم يومي باستعمال طرق إدارة الوقت، مما سهل علي حياتي وألهمني لبلوغ مستوى جديد من مسيرتي المهنية. وعندما تمكنت أخيرا من التطوير والتحسين من وظيفتي، صوبت تفكيري نحو حياتي الشخصية وأضفت عادة أخرى جديدة لروتيني اليومي، كتابة صفحات صباحية. يعني ذلك بالأساس كتابة صفحة واحدة من جميع الأفكار التي تخالجني أول شيء في الصباح. مهما كانت تلك الأفكار غريبة، قمت بذلك قبل ممارسة التأمل، وكنت أعيد قراءتها في المساء. هذا السيل العارم من الإدراك الحسي والمعنوي جعلني أتفطن إلى الكثير من المشاكل الشخصية لم أكن أعرفها من قبل. 10 أيام من هذه الممارسة كانت كافية تماما لإدراك كيفية التحسين من صحتي الذهنية وتحقيق التوازن الداخلي والثقة اللازمة التي طالما حلمت بها. وعلى غرار مهامي في العمل، أدرجت كل هذه الخطوات في جدول اليومي لإدارة الوقت، وباشرت في العمل على هذا المنوال. وللصراحة لم يكن بالأمر الهين، ولا زلت بعيدا عن هدفي النهائي، ولكنني على وشك الوصول إليه. هذه بداية رائعة إلى حد الآن، أليس كذلك؟ وهكذا شهر من التجربة شارف على الانتهاء. للصراحة كانت هذه الفترة إحدى أروع الفترات التي مررت بها في حياتي، حيث جعلتني أدرك مختلف الإمكانيات والحلول التي لم أكن أعهدها من قبل. وبطبيعة الحال لم أتوقف عن القيام بروتيني الصباحي، ما زلت أستمتع باللحظات الصباحية في التأمل والكتابة والاستحمام بالماء البارد وإدارة الوقت، كما أنني ابتكرت بعض القواعد الخاصة والتي قد تساعدك أنت أيضا إن أردت اتباع منهاجي. احتفظ بمذكرة الامتنان معك دائما، تماما مثلما تخيلت. أثناء هذه التجربة أصبحت مهووسا بالمذكرات، لم أندم على ذلك ولو قليلا، بما أن تدوين أفكاري ساعدني حقا في بناء حياتي على أسس متينة، وينطبق الشيء نفسه على الامتنان. اجعلها عادة لتدوين كل الأشياء التي تمتن لها كل مساء، ومن ثم كلما شعرت بتعكر المزاج ما عليك سوى قراءة المذكرة، وسترتسم الابتسامة على وجهك بالتأكيد. الإكثار من شرب الماء. قبل أن تقارب تجربتي على الانتهاء، قرأت في مقال ما أن تناول كأس من المياه قبل الفطور يساعد على إيقاظ جهازك الهضمي وضبطه جيدا لبقية اليوم. ومنذ أن طبقت هذه الحيلة لاحظت الفرق على الفور. هذه الخدعة الصغيرة ستجعلك تشعر بالراحة والخفة، وتساعدك على تجنب الأكل المفرط في الصباح. سيكون جسمك ممتنا لك بالتأكيد. جهز لنفسك كأسا من عصير الفواكه. منذ مدة وجيزة استبدلت فنجان القهوة الصباحي بكأس من عصير الفواكه الطبيعي، وكان له بالتأكيد تأثير إيجابي على جسمي وصحتي بشكل عام. العصائر الطبيعية غنية بالمغذيات والفيتامينات التي يحتاجها جسمك فور نهوضك من النوم. لذا من المستحسن أن تؤجل فنجان القهوة أو الشاي لوقت لاحق من اليوم. وها أنت ذا، كانت هذه القواعد الأساسية للروتين الصباحي، ولكن الأمر منوط بك لابتكار قواعدك الخاصة. احرص فقط على أن تجعلك ساعاتك الصباحية شخصا أفضل في كل يوم. حظا سعيدا. هل تعرف أي عادات أخرى فعالة يمكنني إدماجها في روتيني الصباحي؟ أخبرني بذلك في قسم التعليقات أدناه. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وانكر زر الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق.